குமாரி பிரியத்தம்மா இதெல்லாம் நம்ம தேவட்டேனா في فيديو اليوم سوف نشارك معكم آخر أخبار بوليود، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كشفت بعض المصادر الهندية أن فلكناز شقيقة شيزرخان المتهم في قضية انتحار الممثلة تونيشا شارما قد دخلت المستشفى حزنا على أخيها، حيث شاركت والدتها ملاحظة مؤثرة قائلة: لا أستطيع أن أفهم لماذا ولأي سبب تحصل عائلتنا على عقوبة من كل شيء. فابني شيزان متواجد في السجن مثل النزيل الذي يقضي عقوبة منذ أكثر من شهر دون دليل واحد ضده. وابنتي فلك دخلت المستشفى وشقيق شيزان الأصغر المصاب بالتوحد مريض جدا، لما نعاقب هكذا؟ ومن جهة أخرى احتفلت النجمة الهندية أتلا شيتي ابنة النجم الهندي سونيل شيتي بحفل زفافها من لاعب كريكيت راهول، حيث بدأت احتفالات الطقوس الأولى يومه السبت 21 يناير 2023. وقد بدأت مواقع التواصل الاجتماعي ينشر الصور ومقاطع فيديو من تجهيزات، وفي ليلة يوم الأحد تم الاحتفال بباقي طقوس الزواج. واستضافت الأسرة عدد من أفراد عائلتهم وأصدقائهم المقربين، هذا وفقا لتقارير الإعلام. فقد قررت عائلة راهول وأتيا اتباع سياسة عدم الاتصال بالهاتف، حيث يشاع أن الضيوف يبلغ عددهم حوالي 100 ضيف، وطلب منهم عدم نشر الصور أو الفيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي. ويومه الأحد ظهر سونيل شيتي وابنه راهان في استقبال الإعلاميين، وقد عبروا عن سعادتهم وأعلنوا الخبر بتوزيع الحلوى على المصورين المتجمعين خارج مزرعتهم، حيث أقيمت احتفالات الزفاف. अरे यहाँ पे यहाँ पे अरे यहाँ पे यहाँ पे ऊपर आन सर सर आन भाई आन भाई साइड साइड कांग्रेचुलेशन राहुल भाई बार राइट में भाई थोड़ा आगे बस Congratulations. अन्ना स्ट्रेट अन्ना अन्ना ये अन्ना ऊपर यहाँ पे मिल गया सर।